السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق، تحية طيبة. اليوم احنا عندنا اغنية عراقية، طبعا اكرر لكم اخواني الاعزاء انه كثير من طلبات علي، ولكن أنا أحاول أنه وحدة وراء وحدة لأن كثير من الأخواني عاتبوني. في البداية عندنا أغنية كذاب للفنان ألحان الفنان الكبير طالب قراولي، واللي غناها الفنان ياس خضر، وطبعا هي كلمات زامل سعيد فتاح هذا الشاعر الكبير. قبل ما أبدي، هناك دورات أونلاين تقدر تشترك بها، هي 8 محاضرات أونلاين. ممكن موضوع ثاني أنا أذهب إلى بيت الطالب أدرسه، فعندكم حرية الاختيار، تقدر تستفسر عن المعلومات الأخرى لكل أخواننا الأعزاء عن طريق رقم الواتساب الموجود أسفل الفيديو. شوف أمامكم الورقة، شوف هسه حاليا عندنا المقدمة الموسيقية. المقدمة الموسيقية هي مثل ما تلاحظون شوفوا هي مكتوب مباشرة هو يدخل لمقدمة الموسيقية أمامك، مي فاصل صال اس فاصل فا، شوف فاصل فا مي ري مي، مي فاصل صال صال اس فاصل فا مي ري مي، طبعا تعاد مرتين. بعدين الخطوة الثانية فا صلا لا اس لا صلا سي لا صل صل فا صلا صل فا فا مي فا صل مي فا ري مي. لاحظ آخر شيء لا صل فا مي. أعيد لكم إياها المقدمة، مي فا صل 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 فا صل فا مي ري مي، تعاد مي فا صل صل فا صل فا مي ري مي اس، هسه هاي تعاد مرتين عندنا. بعدين فا صل لا 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 صل لا سي لا صل صل فا صل لا صل فا مي فا صل مي فا ري مي لا صل فا مي مي فا صل مي فا ري مي لا صل فا مي. هاي تعاد مرتين. راح يكون دخولنا على أغنية كذاب، هنا راح يكون الغناء كذاب دولبني. أوكي، راح يصير مي فا صل 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 لا فا مي اس مي فا صل فرداش صل صل لا فا مي اس مي فا صل. اوكي، انا اسويكم اياها للمبتدئين حتى يقدر يقراها ويقدر يتمرن عليها. اوكي، اعيدكم اياها، مي مي فا صل 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 لا فا مي اس مي فا صل فرداش صل صل لا فا مي اس مي فا صل. وتريد هنا راح يصير دا دا ري سي اس، لاحظ نعيد دا دا ري سي اوكي اس ري سي دا لا صل فا لا صل صل اوكي دا دا ري سي اس ري سي دو لا صل فا لا صل صل. اللزمة الموسيقية، اللزمة الموسيقية لا سي دو. اوكي، بعدين التحميل الاخرى اللي يقول بيها تحملت تكملة، راح يصير عندك سي دو ري 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 مي ري دو سي دو ري ري سي دو سي. اوكي، دو دو ري ري سي
لا سي دو لا صال لا سي صال فا. شوف صال فا لا صال صال. اوكي اي عاد نوب عاد من جديد. بعدين التكملة مالتها الاخير شيء راح يقول دو دو ري سي لا سي دو لا صال صال لا سي صال صال فا لا صال صال لا لا صال 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 فا لا صال فا مي. طبعا الكاتب لكم الأصابع أسفل، بي الاصبع الاول كار بيمول، لا الاصبع الاول بيمول طبعا لا بيمول، وسي الاصبع الرابع الطبيعي ناتورال او ناتشورال، مي على الدو جواب تكون بالاصبع الثالث. فهي تكون بترتيبها نرجع على الورقة نلاحظها نشوفها أمامكم. طبعا هذا يصير جهد به واي كثير من الجهد لتسجيله. هذه هي بدايتها اللي يكون طبعا اللي احنا بدايتها لازم تكون حتى نقدر نسمعها. لكم بطيء حتى تقدرون تقرون وياها. اسرقنا مي با صال اخواني. بالنسبة لغناها لازم يكون عندكم عملية تبطيء، وموجود هذا البرامج اللي هي تبطيء تبطيء هذا الفيديو حتى انتم تقدرون تلحقون تقرون معها. ومقدمتها حلوة جميلة جدا، اغاني الروعة والجميلة والكبيرة، ولها تاريخ مشرف في العراق و نجحت نجاح ساحق، وهي مقدمة حلوة. مقدمة مي فا صال 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 اس فا صال فا مي را مي اس. وتعاد هذه المقدمة لكم، ولا تنسون الاشتراك في هذه قناتي، ولا تنسون الاشتراك بالاونلاين، لان احنا هكذا اغاني بالدورات ناخذها بالتفصيل وجزء جزء وجملة جملة. إن شاء الله ما قصرت وياكم. تحياتي لكم، وأقول مع ألف سلامة. بس قبلها لا تنسون الاشتراك، ورقم واتساب موجود أسفل الفيديو، اللي عنده أي معلومة أو يحب أنه يستفسر بخصوص الدورات الموسيقية. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.